السلام عليكم سيدنا. انا واحد السيده من ذوي الاحتياجات الخاصه، السميه ديالي ماريا، من مدينه اكادير بالضبط بالتشيره. كيف ما كتشوفوا سيدنا، انا في الشارع في الزنقه، بعد ما كنت ساكنه في الدار ديال الاب ديالي اللي في الاصل كانت الدار الاب ديالي. من بعد عرفنا باللي اكتشفنا باللي ان الدار تكتبت في الاسم ديال الزوجه ديال الاب ديالي. من بعد تحولت الدار تكتبات في الاسم ديال البنت ديالها. من بعد دخلتنا هاد السيده، دخلت للمحكمه ودارت لنا الافراغ. نهار 2/8 كان عندي الافراغ، جاوا الناس المسؤولين اللي مكلفين بالافراغ، وصافي خرجت لهنا. ما عنديش فين نمشي، ما عندي لا معيل، ما عندي لا خلصه، ما عندي، ما نقدرش نكري، ما نقدر نرهن، ما نقدر نخدم حتى الخدمه، انني اللي نخدم ونهز بنتي ونهز راسي، ما كنخدمش وعايشه غير بالدواء. حيالتي كلها الدواء، كنعس في الطبيب كل مره، نقدر نعس في الطبيب كل مره، كنعس في الطبيب نعس في الاخر ما صبت فين غادي نمشي. لقيت غير هاد البليصه هنا حدا الدار، درت هاد البريريكه ديالي هكا هنايا وجلست فيها. هاد السيد، جاو الناس، جاو شي ناس بغاو يساعدو، بغاو يديروا بزاف ديال الحاجات. هاد السيده ما خلاتهمش، حتى انها ما كفاهاش انها تلوح لي للزنقه بلا رحمه لا شفقه، وهي الاخت ديالي، وما شافتش فيا بعين الرحمه، وما شافتش فيا بالدم اللي بيناتنا والاخوه اللي بيناتنا، ولحتني في الزنقه لا رحمه لا شفقه. زادت مشات لدوك الناس ومشات عندهم وقالت لهم هذيك السيده ما تيقوش فيها، راها عندها البرطمه. انا كنقول لعباد الله، واش اللي عنده البرطمه غادي يقبل راسو في هذه المعيشه بحال هكا، معرض للاخطر هو وبنته، قاصر معرض بزاف د الحوايج، في الليل ما كنعش كنبات فايقه مخيفه على بنتي وعلى راسي، وانا معرضه هنا. فين هي هاد البرطمه؟ هاد الناس اللي ساقوا الخبر وتيقوا، علاش ما جاوش عندي وهما مسؤولين؟ علاش ما جاوش عندي يقولوا لي اري لاكارت نديوها نقلبوا في المحافظه؟ حتى حاجه ما كتخبى، حتى حاجه سيدنا ما كتخبى. انا كنقولها وكنأكد نعاود ونقولها، وكان اي حاجه خرجتها من فمي راه انا مسؤوله عليها. ها لاكارت ناسيونال، الله يرحم لكم الوالدين، انا ما بخبعهاش. اللي جا عندي غنعطيه لاكارت ناسيونال، غيمشي يقلب في المحافظه، يقلب في العقارات. الا صاب عندي براكه هي براكه، الا صاب عندي هي متر واحد، يديروا معايا اللي بغ. انا تحت الامره ديالهم، انا تحت الكلام ديالهم، انا ما نعارضش. ديك الساعه هاد الناس ماشي غير خلاوني هكا وصافي، داروا معايا هاد الناس واحد لا 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 واحد الحل مؤقت. هاد الحل المؤقت سيدنا، انا في الاول فاش داروا جاو عندي، انا ما مولفاش في الشارع، ما مولفاش بهاد الحاله، والخوف والظلام، وجاي الليل كنفكر في بنتي. ما كان عليا الحل الوحيد هو انني نقبل بشي حاجه اللي هي بسيطه، بشي حاجه اللي هي والو. ولكن هذا بالنسبه لي انا ماشي حل، انا ما بغيتش اخوتي حل مؤقت. انا معاقه، انسانه معاقه، ما غنقدرش نخدم. حل مؤقت ما غيكفيني، ما غاديش يفيدني في والو. كاع يكريو لي 3 شهور، كاع يكريو لي 4 شهور، من بعد راه مول الدار. الا كانت اختي اللي هي اختي اللي حطتني الزنقه، واش مول الدار سيدنا غادي يخليني عنده في الدار؟ راه غيعاود عاوتاني غادي يجري عليا، وغنخرج حويجاتي ونحطهم عاوتاني في الزنقه. يعني الحل هنا، المشكله ما تحلاتش. هاد الناس بقاو عليا، حنا غنديروا لك 3 شهور، كريو لك هادي من هنا هادي من هنا. في الاخر بداو قالوا لي لا، راه هادي ما حتى حاجه، ما شت والو، ما شت حتى شي حاجه، ما كاين والو من داك الشيء. انا دابا من فوقاش وانا هنا في الزنقه، ما طلع عليا حتى واحد، ما رقب عليا حتى شي واحد، ما سول فيا حتى شي واحد، وانا معروضه للشارع والمخاطر ديالو. هادشي اللي كنقول سيدنا، الله يرحم الوالدين. كنطالب من هنا، كنطالب الناس اللي ذوي القلوب الرحيمه، الناس اللي في قلبهم الرحمه، الناس اللي فعلا كاينين الناس ديال الخير في المغرب. الحمد لله المغرب عامر بالناس اللي فيهم الخير في قلوبهم، كيبغيو الخير. كنطالبكم اخوتي، الله يرحمكم الوالدين، شوفوا فيا بعين الرحمه، الله يرحم لكم الوالدين. انا ماشي جالسه هنا بعد كما قالوا بعض الناس، انا جالسه هنا كنطلب. انا ما كنطلبش، انا ما كنطلبش، وما عمرني طلبت. انا راه جالسه هنا، يديروا لي شي حل، يشوفوا لي غير فين تستر انا وهاد البنت، والمدرسه جايه، الدخول المدرسي جايه، حتى حاجه ما درناها. الناس معيدين فرحانين حنا في الشارع، اللهم هذا امرك راعي والله. شوفوا فيا بعين الرحمه، الله يرحمكم الوالدين. وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو، بغيتكم اخوتي بارطاجيو معايا وساندوني وعاونوني باش توصل للناس، وباش
باش توصل عند الناس اللي قلبهم فيه الرحمه وتوصل على في المغرب كامل. انا بغيت هذا الفيديو تبارطاج، الله يعطيكم الخير، الله يرحمكم الوالدين. راه ما عندي لا حول لي ولا قوه، راه ما عندي حتى شي حاجه، راه ما عندي لا مدخول شهري ولا حتى شي حاجه باش نعيش. عندي غير عندي الله سبحانه عز وجل، وعندي بنيتي، وعندي هاد الكريريسه كتهزني هادشي اللي عندي سيادنا.